تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله رسالة تهنئة من سعادة السيد جاك لانغ وزير الثقافة الفرنسية السابق ورئيس معهد العالم العربي في باريس. أعرب خلالها عن خالص تهانيه لجلالة الملك المفدى وللبحرين بمناسبة تسجيل مداف دلمون على لائحة التراث الإنساني العالمي لليونسكو، وأضاف أن هذا الموقع الأثري الفريد من نوعه يؤكد على تاريخ البحرين العريق والغني بالآثار الذي يستحق الترويج له، وأن ما تليه هيئة البحرين للثقافة والآثار يدعونا للدعم الذي تستحقه من اليونسكو. وأضاف سعادته: لقد عرضنا ما تملكه البحرين من عراقة على زوارنا من خلال المعرض الرائع الذي أقيم مؤخرا في المعهد والمخصص للمدن الألفية، حيث أبدوا إعجابهم الكبير بما شهدوه من تراث البحرين القيم. كما يسرني تعزيز التعاون بين مملكة البحرين والمعهد، متمنين للبحرين استمرار النجاح والرقي بقيادة جلالتكم السديدة. هذا وقد أعرب جلالة الملك المفدى حفظه الله عن شكره لرئيس معهد العالم العربي في باريس على ما يبذله وجميع العاملين معه من جهود كبيرة وسامية للرقي والاهتمام بالتراث والمحافظة عليه خدمة للإنسانية وحماية لموروثها العظيم.